النهارده بقى ان شاء الله احنا خلاص كده خلصنا. يعني احنا قلنا المره اللي فاتت بنهايه المحاضره اللي فاتت احنا انهينا كلامنا على الكوندكشن خالص. فالحضرتك خدته في الكوندكشن ايه؟ تعالى ريكاب كده بسرعه. ها اول حاجه ستيدي ستيت كوندكشن وان دايمنشنال، ستيدي ستيت كوندكشن ويزاوت انترنال هيت جنريشن، صح؟ وبعدين وان دايمنشنال ستيدي ستيت كوندكشن ويز انترنال هيت جنريشن، وبعدين بكالفينز يعني از ان ابلكيشن على الوان دايمنشنال كوندكشن، مش كده؟ ها وبعدين بعد كده الوان دايمنشنال ان ستيدي كوندكشن، وان دايمنشنال ان ستيدي كوندكشن، بس حالاته بقى كلها كان في كام حاله؟ هم ثلاثه مش كده؟ ايه هم كده حد يقول لي؟ ها اول حاجه ايه؟ ماشي لامبد كاباسيتانس لما هنجلكت التمشر جريدينت. الحاله الثانيه الهيسلر تشارس لما يعني وي كان نوت نيجلكت تمشر جريدينت. الحاله الثالثه والاخيره سيمي انفينيت سوليدز. بس كل ده كان وان دايمنشنال، خلي بالك الناس ركز معايا، كل ده كان اسمه ايه؟ كل ده وان دايمنشنال، كل ده وان دايمنشنال. طب التو دايمنشنال نعمل فيه ايه؟ والثري دايمنشنال نعمل فيها ايه؟ نعمل ايه؟ هنحل ازاي؟ انت خدت بالك المعادلات كنا بنحلها ازاي في الوان دايمنشنال؟ خدت بالك؟ فاكر؟ فاكرين ولا لا؟ فاكرين كنا بنحلها ازاي المعادلات في الوان دايمنشنال؟ طب هما التو دايمنشنال هنعمل ايه؟ والثري دايمنشنال هنعمل ايه؟ فالحاجات دي بتحل ايه؟ نيوميريكال. بس انت فهمت الكونسبت بقى خلاص، تقدر انت لوحدك تروح تحل النيوميريكال خلاص؟ النهارده بقى خلاص كده، يبقى احنا كده خلصنا الكوندكشن، نروح بقى للسكند مود اوف هيت ترانسفير اللي هو الكونفكشن. طبعا الكونفكشن انت اتقال لك فهمت انت يعني ايه كونفكشن الاول، اول محاضره خالص اتصنفت لك الانواع دي كلها. مظبوط؟ فحد يقول لي بقى يعني ايه كونفكشن؟ يعني ايه هيت ترانسفير باي كونفكشن؟ ها؟ هيت ترانسفير باي كونفكشن يعني ايه؟ ايوه حد يقول لي. هي ترانسفير ثرو فلويد. سامعه كده. هي ترانسفير ثرو ايه؟ ثرو فلويد. طيب اتشرح لك الميكانيزم بتاعه اكيد. حد فاكر الميكانيزم بيحصل ازاي؟ هي ترانسفير باي كونفكشن ده؟ لا الناس اللي جايه دي تخش بالراحه كده. حد يفكرني بقى الهيت ترانسفير باي كونفكشن، الكونفكشن ده بيحصل ازاي؟ الميكانيزم بتاعه بيحصل ازاي؟ يبدا كوندكشن الاول من على السيرفس مش كده؟ بعد كده يحصل ايه؟ احنا كده هنخلص السنه الجايه، انا عامل حساب النهارده نخلص الكونفكشن الفري كونفكشن، هنقعد نلوك كتير يبقى بعد 100 ترم عادي، احنا فاضيين يعني انا فاضي، فعايزين نخلص النهارده الموضوع ده عشان انت لسه وراك بلاوي، خلي بالك بعد ده لسه في قصه ثانيه. طيب فاحنا الكونفكشن قلنا ان هو بيبدا كوندكشن من على السيرفس الاول، دي اول خطوه او اول ستيب تحصل، وبعد كده يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ المولكيولز بتاعت الفلويد اللي على السطح دي تبدا تسخن، هنفترض يعني ان السيرفس تمشر سخ عالي يعني السيرفس تمشر اعلى من الفلويد، فالمولكيولز اللي على السطح دي يحصل لها ايه؟ تبدا تسخن شويه. يا جماعه ركزوا معايا ركزوا معايا ركزوا معايا، مش عارف تتفرجوا على الناس ليه؟ الناس كلها بتتفرج على الناس اللي داخله ليه؟ متوقع تشوف ايه يعني؟ فالمولكيولز اللي على السيرفس دي تبدا تسخن، فلما المولكيولز على السيرفس تبدا تسخن يحصل لها ايه بقى؟ ها الدنسي طبعا لما تمشي بتزيد الدنسي تقل فتخف وتطلع فوق ويحل مكانها اللي بارد اللي فوق ويحصل سيركيليشن كده. لما المولكيولز بقى دي اللي سخنت دي طلعت فوق تنقل الهيت بتاعتها باي كوندكشن للمولكيولز اللي حواليها. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فكان قال لك ايه؟ ان احنا نبدا كوندكشن ونقفل كوندكشن برضو، كل الميكانيزم ده على بعضه اسمه كونفكشن خلاص كده. يبقى احنا الكونفكشن ده ببساطه كده هو الهيت لما بيحصل لها ترانسفيرنج ثرو فلويدز
سواء كان ليكويدز او جازز طبعا. سواء كان ايه؟ ليكويدز او جازز. طب اهم خطوه بقى اللي بتفرق معايا انا هي فكره ان انا عندي ادي السيرفيس اهو والمولكيولز اهي طلعت فوق. بتقابل المولكيولز اللي فوق مش كده؟ بيحصل عمليه ميكسنج مش كده؟ ميكسنج بين المولكيولز اللي تحت دي اللي سخنت وطلعت وقابلت شويه اللي فوق. التقليبه دي بقى التقليبه اللي بتحصل دي بتحصل بطريقتين. ايه هم بقى؟ حد يقول لي. في يا اما تحصل فري ناتشرالي يعني نتيجه فرق الدنس اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي ده مش كده؟ فرق الدنس يروح مطلع ده فوق ومنزل ده تحت وبتاع خلاص بتحصل لوحدها اهو ناتشرالي. او اعملها انا بقى بالعافيه اعملها انا بقى اجيب مروحه اجيب بامب اجيب كومبريسور يزق كده يعني. فاعمل الميكسنج باكسترنال مينز من بره. في الحاله لو حصلت ناتشرالي بقى الكونفكشن ده اسمه ايه؟ اسمه ناتشرال كونفكشن او الفري كونفكشن هنتكلم فيه احنا النهارده. طب ولو حصلت باي اكسترنال مينز بقى الكونفكشن ده اسمه ايه؟ فورس كونفكشن. ده بعدين بقى خلاص. بس فاحنا النهارده هنتكلم على النوع الاولاني من الكونفكشن اللي هو الناتشرال كونفكشن او بنقول عليه فري كونفكشن. في اي مشكله؟ واضح الكلام؟ طيب ده اللي احنا قلناه اهو ان السكند مود بيتقسم فورس وناتشرال كونفكشن. طيب احنا متوقعين توقع يعني ان الفورس كونفكشن يبقى احسن ولا اوحش؟ انا طبعا طبعا انا اقصد احسن واوحش كهيت ترانسفير ريت يعني مين اللي ليه هيت ترانسفير ريت اعلى. هيبقى الفورس اكيد اعلى. ليه؟ لان الحركه بتحصل بسرعه والميكسنج بيحصل بسرعه فالهيت ترانسفير هيبقى اسرع. ده شيء مؤكد. اللي قاعدين ورا ده بيضحكوا على ايه؟ لو في اي حاجه تضحك يعني احنا محتاجين كلنا. طيب واضح يا جماعه؟ تعالى بقى نمسك بقى الناتشرال كونفكشن نبدا نحلله بقى شويه ايه ونخش كده نغوص جواه عشان نطلع بقى المعادلات ويبقى الهدف ان احنا نعمل ايه في الاخر. هدف المحاضره النهارده ايه؟ حد متخيل هدفها ايه اصلا؟ نحسب ايه؟ ايه بقى الاتش دي؟ دلوقتي احنا فهمنا الميكانيزم بتاع اللي هي ترانسفير. الكيو بقى بتاعتها تحسبها ازاي؟ بتساوي ايه؟ بتساوي ايه الكيو؟ اتش في الاريا في الدلتا تي. الدلتا تي اللي هي مين ومين؟ التي سيرفيس ماينس التي انفينيتي او العكس. يعني مين الكبير بقى ومين الصغير مش هتفرق معايا، المهم التمشر ديفرنس بين الاثنين. خلاص؟ طيب الاريا عندك ولا مش عندك؟ الاريا ها؟ اريا عندك اه. والدلتا تي عندك. والكيو والكيو عندي. دي اللي انا عايزها ولا عندي ولا ايه؟ دي اللي انا عايزها ايوه. والاتش والاتش دي اللي احنا عايزين نجيبها. كل اللي احنا بنقوله ده هبل. ليه بقى؟ ليه بقى؟ هو يعني هو مش هبل قوي يعني بس يعني مش مريحني. محسسني ان انت في حاجات كتير مش فاهمها. تعال عيد تاني كده. الدلتا تي معايا ولا مش معايا؟ دلتا تي معايا ولا لا؟ والاريا معايا. والاتش الاتش يعني هنجيبها يعني. ويبقى كيو هي الايه؟ طيب بص يا جماعه بص 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 ركز 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 ركز. طبعا اللي احنا بنقول ده كلام مش كويس. ليه بقى؟ لانه الكيو دي الكيو دي خلي بالك عايز اسالك سؤال فلسفي كده. هو الكورس ده اصلا هدفه ايه؟ الكورس ده الهيت ترانسفير ده لازمته ايه؟ هل الكورس ده الهدف بتاعه احنا جايين السنه دي ندرس هيت ترانسفير ترم الاولاني وترم تاني والقصص اللي احنا عايزين نتكلم فيها دي كلها عشان في الاخر نحسب الكيو دي؟ هل ده الهدف؟ هل ده الهدف؟ امال ايه الهدف؟ ورك؟ ايه الهدف؟ احنا جايين ليه يعني؟ حد يقول لي احنا جايين ليه؟ الكورس ده هدفه ايه اصلا؟ طيب اسمع الكلمتين دول بقى عشان تبقى عارف احنا جايين ليه اصلا من الاول.
ركز بقى ركز عشان المثال ده هيفهمك كل القصه. عشان ما تيجي تقول لي كيو عندي والاتش عندي والاريا عندي، تبقى فاهم ايه اللي عندي وايه اللي مش عندي وانا بدور على ايه. بص بقى ركز بقى دلوقتي، تخيل انا عندي تانك كده فيه شويه ميه، ميه عند الاتموسفيريك بريشر مفتوح كده، او ملاش قفله غطيته اهو خلاص، بس لسه اتموسفيريك بريشر حلو، ميه شويه ميه كام دول يا سيدي؟ قال لك 10 كيلو جرام ميه، 10 لتر ميه 10 كيلو جرام، ده الماس بتاعهم حلو كده. حد زعلان؟ محطوطين في تانك ولا حله ولا اي حاجه. وفي الحاله الاولانيه اللي احنا فيها دلوقتي قال لك البريشر هنا كام؟ 1 بار اللي هو الاتموسفير، مش كده؟ اتموسفيريك بريشر. وكانت التمبرتشر في الاول مثلا الميه دي كانت درجه حرارتها 20 درجه ولا حاجه. ايه رايك؟ عادي، ميه عاديه. والمطلوب مننا ان احنا نسخن الميه دي، ده اللي احنا عايزين نوصل له بقى، ان احنا عايزين نسخن الميه دي ونوصلها لحاله جديده البريشر فيها انا عايزه يبقى 2 بار والتمبرتشر مثلا عايزها 80 درجه. ايه رايك؟ حد متضايق؟ السؤال بقى، السؤال طبعا عشان اعمل الكلام ده لازم اجيب ايه؟ احط هيتر جوه هنا مش كده؟ عشان احول التحويله دي. طيب عشان احول بقى من الحاله دي للحاله دي دلوقتي عايز اجيب هيتر. الهيتر ده الباور بتاعه قد ايه؟ انت راجل مهندس بقى قالوا لك تعالى يا باشمهندس حل لنا بقى المشكله دي، احنا عايزين ايه؟ نسخن الميه من هنا نوصلها لهنا، وروح بقى شوف لنا بقى الهيتر بقى اللي انت عايزه كام وبتاع، وشوف حل انت المشكله، عايزين الميه كده. عايز اعرف الباور بتاع الهيتر ده كام؟ يعني انا هنزل اشتري هيتر اقول للراجل بتاع الهيترز انا عايز هيتر كام وات؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طيب هفترض ان انا عايز اعمل الشغلانه دي في تايم 10 دقائق 10 مينتس. انا عايز اعمل التحويله دي في 10 دقائق بس. يلا قول لي بقى اشتري الهيتر ده كام وات؟ يلا قول لي. لا عايزين نتكلم كلام بقى ايه دقيق. يعني قول لي اعمل ايه بالظبط؟ انا ماسك القلم اهو، قول لي احسب ايه؟ اكتب ايه؟ فيرست لو، فيرست لو اوف ثيرموداينامكس. مش عايز كلام يا جماعه، مش عايز كلام، مش عايز كلام خالص. الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس مش كده؟ ده اول حاجه تيجي في دماغك متهيألي. طيب الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بيقول لك ايه بقى؟ ها بيقول لك ان الكيو ماينس الورك بيساوي ايه؟ ده كلوز سيستم ولا اوبن سيستم ده؟ كلوز سيستم. حلو، يبقى ماس فيو 2 ناقص انا اسوأ ما يمكن ان انا ابقى شغال وفي دوشه حواليا. هتلاقي المحاضره من اسخف ما يكون. فلو سمحت اللي مش قادر يمسك نفسه يتفضل يروح. طبعا الناس جايه ما اعرفش الزحمه ليه النهارده. مش قادر يعني افسر. بس اللي مش قادر يمسك نفسه يروح. او ينزل يشرب حاجه يعني يقعد قعده حلوه. طيب خلاص يلا ده الفيرست لو اهو. الورك بكام؟ الورك بكام؟ مفيش ورك. حلو. الماس بكام؟ 10 كيلو جرام. دي ميه، دي ميه اعرف اجيب اليو 2 طبعا واليو 1 انا معايا بي يو تي ومعايا بي يو تي، اخش ستيم تيبلز واحسب يو 2 ويو 1 طبعا الموضوع يعني. طيب حلو قوي. جبنا مين احنا بقى؟ الكيو دي وحدتها ايه؟ كذا جولز او كيلو جولز يعني وات ايفر. طيب وحضرتك عايز تعمل الكلام ده في وقت قد ايه؟ 10 دقائق. تقسم ال 10 جول دول ولا ال 100 جول ولا اي ما يكون الرقم ده على التايم اللي هو ال 10 دقائق ده في 60 تجيب ايه رقم بالايه؟ هو ده الباور، هو ده الباور اللي عايزه بتاع السخان. طلع انا هقول اي رقم اي كلام، ها طلع 10 كيلو وات. طلع كام؟ حسبت انا الكلام ده وطلع ان الهيتر ده 10 كيلو وات. هنزل اروح للراجل بتاع الهيترز اقول له انا عايز هيتر كام؟ ها؟ 10 كيلو وات. ما الثيرموداينامكس قالت لي كده. ما ينفعش ليه؟ يا جماعه سيبك من اللوسز والكلام ده يعني 11. لا يعني سيبك انت باللوسز 10. ما حدش كلمني في لوسز بقى وبتاع، انا مش بتكلم في ماينورز دلوقتي. خلاص كده؟ فانا جبت الهيتر اللي هو كام الباور بتاعه؟
قلت له انا عايز هيتر 10 وات ولا 10 كيلو وات ولا بتاع، راح مديني بتاعها كده اهو ومكتوب عليها فعلا 10 كيلو وات. خدتها روحت البيت، انا بقى جامد بقى خلي بالك، انا اللي جايب لهم الهيتر. وروحنا البيت حطيت الهيتر في الميه، شغل يا ابني 5 دقايق اتحرق. اتحرق ليه بقى؟ ليه اتحرق؟ افهم بقى، افهم 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 افهم، حد عنده تفسير ليه اتحرق؟ مفيش هوا، انا حاطط ميه. ممكن يكون عشان الفولت بتاع الفيشه. فيشه ايه يا عم؟ لا لا الفولت اللي هو بتاع مش واخدين في حساب اللي هو اللي هو هيسخن. ليه ليه؟ ما انا واخد الماسه اهو 10 كيلو جرام اهو. سيبك انت من القصه دي. ها ليه اتحرق؟ ليه اتحرق؟ ما هو 10 كيلو. ايه ده؟ هي ال 10 كيلو دي غلط ولا ايه؟ ما انت تبدا تشك بقى. ال 10 كيلو دي غلط؟ لا مش غلط، ال 10 كيلو صح. سيرمو ديناميكس بتقول 10 كيلو. المصيبه فين بقى؟ المشكله عارفين المشكله فين؟ لا لا عارف المشكله فين؟ ان انت حضرتك ما درستش هيت ترانسفير. ليه؟ بص بقى، ركز بقى، ركز عشان تعرف احنا جايين ليه. ما تنساش، بص الهيتر ده، الهيتر ده 10 كيلو وات اهو، حطيته في الميه. بص ركز اللي هيحصل ايه بالظبط. حطيته في الميه اهو، شغلت الهيتر ده بيجنريت هيت بمعدل قد ايه؟ 10 كيلو وات. الميه بتسحب 8. الميه في الوضع ده بتسحب كام؟ 8 بس. الميه بتسحب 8 مش ال 10 كلهم. طب هي الميه ايه اللي خلاها تسحب 8؟ طب هي ايه مشكله ان الميه تسحب 8؟ يعني الهيتر بيجنريت 10، الميه بتسحب 8، ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل ثانيه في 2 كيلو جول ستورد جوه الهيتر. كل ثانيه يعني بعد ثانيتين 4 كيلو جول ستورد جوه الهيتر، درجه حرارته عماله تعلى كده. ما انت عمال تخزن جواه طاقه مش كده؟ بعد 5 دقائق ساح، درجه حرارته عليت قوي ساح. المشكله فين هنا؟ المشكله ان هو بيجنريت 10 وده مطلوب. المشكله ان انت ما نقلتش ال 10. الميه بتنقل بتسحب 8 بس. طب يبقى انا اللي ناقصني ايه دلوقتي؟ اللي ناقصني ايه؟ اشوف الميكانيزم بتاع الهيت ترانسفير بيحصل ازاي علشان لما افهمه اعرف اظبط الديزاين بتاع الهيتر يخلي الميه تسحب ال 10. فهمنا القصه دي؟ يبقى الهيتر ده المفروض يبقى مثلا اطول شويه. لو الهيتر بقى اطول شويه السيرفيس اريا ايه؟ زادت الهيت ترانسفير ريت يزيد. يبقى الميه خلي بالك هو كده كده بيجنريت 10 بس الميه تسحب اكتر لحد ما اظبط الاثنين مع بعض يبقوا ده 10 اللي هو الهيتر بيجنريت 10. مين قال لي ال 10 دي؟ السيرمودينامكس هي اللي قالت لي على 10 بس لوحدها. السيرمودينامكس ما ينفعش تحل المساله كلها. الهيت ترانسفير لازم يبقى موجود عشان تقول لك ال 10 دول تنقلهم ازاي عشان الميه تسحب ال 10 ويبقى احنا اندر ستيدي ستيت والدنيا شغاله. فاهمين؟ يبقى الكيو في كل الفكره كده. الكيو اصلا معايا، انت عمال تقول لي الهدف من الهيت ترانسفير احنا نحسب كيو. الكيو انا اصلا هحسبها، انا عارفها. ايوه ايه؟ لا مالهاش علاقه صيف ولا شتاء في اي وقت في الدنيا. مالهاش علاقه والله صيف ولا شتاء، مالهاش علاقه. يبقى احنا جايين نعمل ايه؟ الهدف من الكورس ده ايه يا جماعه؟ الهدف من الكورس ده هاو تو ديزاين هيت اكستشينجرز. ركز واسمع وافهم الكلام. الهدف ايه؟ طيب يبقى احنا الهدف ايه من الكورس ده؟ ها هاو تو ديزاين هيت اكستشينجر. يعني ايه الكلام ده؟ معناه ايه؟ يعني انا دلوقتي رحت شفت الثيرمودينامكس قالت لي انا عايز انقل 10 كيلو وات. انا بقى جاي هنا الكورس ده معايا المعلومه اللي هي 10 كيلو وات، معايا كيو. انا بدور على ايه؟ بدور على الاريا. ما ديزاين، كلمه ديزاين يعني ايه؟ يعني الاريا. يعني عايز اعرف ال 10 كيلو وات اللي هي كيو دي. مش احنا قلنا دلوقتي ان الكيو بتساوي اتش اي دلتا تي؟ الكيو معايا اساسا انا بدور اعمل هيت اكستشينجر باريا قد ايه اللي تشيل الكيو دي اللي انا عارفها. فاهمين ولا لا؟ يعني انا شغلتي اصلا ادور على الاريا دي. هي دي الاصل، دي الاصل، دي الحكايه. انا كيو معايا اصلا.
في مثلا في الباور بلانتس واخدين طبعا ثيرموداينامكس، خدتوا رانكن سايكل وتفاصيلها. طيب الرانكن سايكل الكوندنسر اللي فيها، مش انت عندك بويلر وتربين وكوندنسر وبامب الكلام ده؟ طيب عندك كوندنسر مش بتحسب الكيو بتاعته؟ طب ايه انت محتاج ليه ترانسفير في ايه؟ طب ما كنت بتحسب الكيو انت. اه انت بعد ما الثيرموداينامكس انت بتعمل اناليسز ثيرموداينامكلي عشان تقول لك الكيو احنا عايزينها كذا. حلو، تاخد انت بقى المعلومه دي وتروح للراجل بتاع الهيت ترانسفير تقول له اعمل لي ديزاين بقى بتاع الكوندنسر اللي يشيل الكيو دي. فهو معاه معلومه الكيو بيدور على الاريا، بس عشان تجيب انت الاريا لازم بقى فاهم بقى الهيت ترانسفير ميكانيزم، بتعرف تجيب الاتش دي ازاي، وفاهم الكوندكشن والكونفكشن والرادي، صح كده؟ فاهمين ولا لا؟ فده الموضوع. فالمفروض ان الهدف من الكورس ده كله ان احنا نحسب الاريا. طب امال ايه بقى في المسائل بتاعتنا احنا؟ في المسائل بتاعتنا دايما الاريا معايا وبتبقى الكيو هي المطلوبه، لان احنا واخدين نص الصوره، احنا واخدين نص الصوره الثاني. لكن انت في الحياه بقى فعلا الكيو معاك هتساوي المعادله بتاعت الكيو اللي انت عارفها من الهيت ترانسفير بالكيو اللي انت جايبها من الثيرمودينامكس. لكن عشان واخدين نص الصوره مش قايلين لك الكيو معايا، لا انا بقول لك احسب الكيو عشان بس امرنك ازاي تستخدم الايكويشن دي. انتوا فاهمين القصه ولا لا؟ وصلت الحكايه؟ ايوه. امال الاتش بقى والمعاملات دي هتخش معاك ما هتخش ازاي ايه؟ ما هو دلوقتي مش الكيو ده انا عارفها من الثيرمودينامكس وانا عايز اجيب دي. طب خلاص يبقى انا محتاج الاتش، مش كده؟ عشان اعمل الديزاين. فهمنا يا جماعه الكلام؟ طيب لكن طبعا خلي بالك الكلام ده مش معناه ان احنا في الكورس ده هنعمل ديزاين، لا احنا في الكورس ده يا دوبك بس بنفهم الكونفكشن ده بيحصل ازاي والكوندكشن ده بيحصل ازاي وخلاص. دايما هتلاقي الاريا معاك وبقول لك احسب الكيو، لكن انت في الحقيقه الكيو اللي انت هتطلعها من الهيت ترانسفير دي المفروض تسويها بالكيو بتاعت الثيرمودينامكس عشان تجيب ده اصلا. خلاص كده؟ طيب فاحنا بقى جايين دلوقتي نعمل ايه؟ نشوف ازاي نحسب الاتش دي، الاتش اللي هو الهيت ترانسفير كوفيشنت. وحدته ايه الاتش ده؟ وحدته ايه؟ وات بير متر سكويرد كلفن. تمام، حلو قوي. يلا تعال بقى نشوف بقى الاتش ده هنجيبه ازاي. ركز بقى عشان المحاضره النهارده فيها شويه حاجات كده انت ما بتحبهاش انا عارف. طبعا بقول لك ارجع للفيرست ليكتشر عشان تفهم الميكانيزم بتاع الهيت بتاع الكونفكشن، خلاص احنا اتكلمنا فيه. دلوقتي عندنا المولكيولز اللي تحت دي على سيرفيس درجه حرارته تي اس، خلاص، واتحط حواليه فيه فلويد تي انفينيتي تمشي بتاعته تي. واحنا فرضين هنا في الاكزامبل ده ان تي اس اكبر من تي انفينيتي، يعني المولكيولز دي هتسخن وبتاع ويحصل كده، خلاص. فالهيت ترانسفير من السيرفيس للفلويد. فدلوقتي طبعا نتيجه السيرفيس تمشر العاليه المولكيولز دي هتتحرك لفوق كده طبعا، فاهمين احنا الكلام ده ليه؟ وفي الاخر هيحصل الميكسنج اللي احنا قلنا عليه فوق ده ويحصل هيت ترانسفير. عايزين نحلل بقى الموضوع عشان نطلع معادلات. فهنعمل ايه؟ بص بقى ركز معايا. شايف انت المولكيول دي؟ مولكيول اهي. المولكيول دي الفلويد، المولكيول دي هي مولكيول اوف فلويد، مش كده؟ حواليها نفس الفلويد. مظبوط؟ فاحنا عايزين نفهم ايه اللي طلعها فوق وايه الفاكتور اللي بيخليها تطلع فوق كده عشان ناخده في حساباتنا بقى. احنا فاهمين طبعا ان هي بوينسي وفرق دينسي، بس عايزين نفورميوليت بقى الكلام ده معادله. فهنعمل ايه؟ هنعمل فورس بالانس على مولكيول، نمسك واحده منهم كده ونعمل فورس بالانس. اي مولكيول في الدنيا اهي، ايه الفورس اللي بتاثر عليها؟ الويت بتاعها لتحت والبوينسي لفوق. البوينسي عارفين طبعا البوينسي فورس من فلويد ميكانكس، مش كده؟ فانت عندك في ويت لتحت، الويت بتاع المولكيول دي او البارتكل دي بيساوي ايه؟ الماس بتاعها في الجي. الماس عباره عن الرو بتاعت البارتكل في الفوليوم في الجي، خلاص ده الويت اللي تحت، ده الفورس اللي تحت. ايه الفورس اللي لفوق؟ البوينسي. البوينسي فورس كانت بتساوي ايه فاكرين؟ كان يقول لك وزن السائل المزاح، المزاح مش وزن السائل اللي انا في، مش وزن البارتكل، صح كده؟ طيب وزن السائل المزاح يعني هاخد الرو بتاعت الفلويد اللي حواليا في الفوليوم بتاعت البارتكل، يبقى انا كده جبت مين؟ في الجي كده جبت الوزن السائل المزاح، يبقى دي البوينسي فورس. فاهمين دي؟ سهله. طيب السؤال دلوقتي، السؤال ركز معايا بقى، ركز. خلي بالك الرو فلويد دي هي الدنسي بتاعت الفلويد اللي فوق، والرو بارتكل دي نفسها رو فلويد، ما هي فلويد برضه مش هي نفسها؟ خلي بالك ما حدش يفكر فيها ان دي كوره في وسط ميه، لا ده دي ميه في وسط ميه. بس اللقطه فين؟
ان الرو دي غير الرو دي. الرو دي بتاعت البارد اللي فوق والرو دي بتاعت مين؟ السخن اللي تحت وهيطلع. طب السؤال مين اكبر، مين قيمه اكبر، الرو فلويد ولا الرو بارتكل السخ اللي سخنت؟ الرو فلويد. يعني الفورس دي في الاخر هي المسيطره، هي الاكبر. يبقى البارتكل دي يحصل لها ايه؟ تطلع لفوق. خلاص فهمنا الكلام ده. يبقى ايه سبب الحركه؟ سبب الحركه هو فرق الدينس اللي هي اللي سببت البوينسي فورس دي. ايوه دلوقتي لو مثلا انا هعمل عكس بس انا بره. ايوه ايوه اه ساعتها بقى السيرفس ده يبقى مقلوب. يعني التبريد بيحصل كده، اللي خد اللي برد ينزل ويجي اللي فوق، يعني بيحصل العكس. هنتكلم فيها كمان شويه برضه. انما احنا فهمنا اللقطه دي خلاص. طيب يبقى دلوقتي فرق الدينستي، فرق الدينستي اللي هي البوينسي فورس دي هي اللي عامله، هي الدرايفنج فورس في الحاله دي، هي الدرايفنج فورس في الحاله دي. ونظرا خلي بالك بقى، نظرا الى انه انا ما عنديش يا جماعه رو بارتكل ورو، اقصد يعني ما عنديش تو ديفرنت سبستانسز، ده هو سبستانس واحد في الاخر، هو فلويد في الاخر واحد، فبيحصل فرق دينستي بس نتيجه فرق التمبرتشر مش كده. يبقى هنعرف احنا هنعرف حاجه بروبرتي جديده اسمها بيتا. البيتا دي اسمها ايه؟ ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت. ايه ثيرمال اكسبانشن كوفيشنت؟ ده اللي بيعبر عن تغير الدينستي مع التمبرتشر. مش التمبرتشر هي اللي غيرت الدينستي؟ العلاقه بقى بين تغير التمبرتشر مع الدينستي هو ده تعريف الايه؟ البيتا. وهي دي المفروض اللي بتحرك الموضوع كله مش كده؟ فاحنا بنقول ان البيتا تعريفها ايه؟ ماثيماتيكال، تعريف رياضي معروف له بس له معنى، اللي هو ايه؟ بص كده، البيتا بتساوي واحد على في، طبعا في هي السبيسيفيك فوليوم، في تغير الفي مع التمبرتشر بس ات كونستنت بريشر، ات كونستنت بريشر. خلاص تغير، ما هو طبعا التغير السبيسيفيك فوليوم يعني كانه تغير دينسي مش كده؟ تغير السبيسيفيك فوليوم مع التمبرتشر بالنسبه للسبيسيفيك فوليوم الاصلي، فاهمين يعني؟ فهي ال- 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 البيتا دي هي اللي بتوصف التغير بتاع الدينسي بيحصل ازاي بالنسبه او يعني بسبب التغير اللي حصل فين؟ في التمبرتشر. وهو ده زي ما قلنا كده، هو ده درايفنج فورس عندي. احنا بنقول البيتا وبالتالي البوينسي فورس، البوينسي فورس هتبقى فانكشن في ايه بقى في الاخر؟ البوينسي فورس بقى في الاخر كده الخلاصه فانكشن في ايه؟ في الجي، في الجي طبعا داخله في الحسبه، والبيتا دي هتدخل في الدلتا تي. ما هو الدلتا تي التغير في التمبرتشر ده هو سبب ان يبقى في تغير في الدينسي، لانه البيتا هو تغير السبيسيفيك فوليوم مع تغير التمبرتشر. لو مفيش تغير في التمبرتشر مفيش حاجه. يبقى انا في الاخر البوينسي فورس هتبقى فانكشن في ايه؟ ها؟ في الجي والرو طبعا الدينسي مش كده؟ رو، الرو اللي هي الاصليه، الرو في الجي في البيتا في الدلتا تي. يعني الاربعه فاكتورز دول كلهم مع بعض كده بيعبروا عن البوينسي. ليه؟ ما هو البيتا لوحدها بتقول لك ان التغير بتاع ده بالنسبه لده. طيب روح ضرب بقى في الدلتا تي عشان اشوف التغير كام ومعايا الرول الاصليه. خلاص فاهمين يا جماعه الكلام؟ يبقى انا عندي ترم مهم كده، ركز، عندي ترم مهم اسمه ايه؟ رو جي بيتا دلتا تي. ده اللي بيعبر عن البوينسي، وهو ده اللي بيعبر عن زي ما قلنا كده درايفنج فورس في حاله الناتشرال كونفكشن. واضح الكلام ده؟ طيب كويس. نحسبها ازاي بقى البيتا دي؟ خلاص ادي المعادله تعرفها، بس نحسبها بقى كرقم احنا بقى في المسائل، نحسبها ازاي؟ حد عنده اقتراح؟ حد عنده اقتراح؟ بص كده، بص بص بص، البيتا بتساوي واحد على في بارشال في بارشال تي ات كونستنت بريشر. طيب انا لو عندي البي في بتساوي المفروض ايه؟ ار تي مش كده؟ ادي الجهاز ايكويشن، بي في بتساوي ار تي. احنا عايزين نعمل ايه؟ نفاضل الفي بالنسبه للتمبرتشر. يبقى الفي لوحدها بتساوي ايه؟ ار تي على بي. يلا بارشال في بارشال تي بتساوي كام ده بقى؟ ار على بي، ار على بي صح كده؟ يبقى كده خلصت الترم بتاع البارشال في بارشال تي. طبعا خلي بالك الكونستنت بريشر، البريشر واخده ثابت اهو، واروح قاسم على ايه كمان عشان اجيب البيتا بقى؟ اروح واخد الكلام ده واقسمه على في، فبقت الار على بي في. الار على بي في ده اللي هو مين؟ ار على بي في ده اللي هو مين؟ ار على بي فين فين؟ على بي في الفي، هات التي الناحيه الثانيه تبقى ايه؟
تبقى واحد على التمبشر بس خلاص ده الهيمينيوم. يعني البيتا بتساوي ايه؟ واحد على التمبشر مقلوب التمبشر هي وحدتها كده كيلفن باور ماينس 1 خلاص كده. بس خلي بالك ان الكلام ده في حاله الايه؟ الجازز. الجازز طب لو ليكويدز تيبلز بقى تدخل التيبل بروبرتي موجوده ثيرموفيزيكال بروبرتي عادي تدخل التيبلز بتاعت الميه بتاعت الاويل بتاعت اي حاجه هتلاقي زي ما بتروح تجيب كده الفيسكوسيتي والدينسيتي والسبيسيفيك هيت هتلاقي فيه كده عمود برضو جايب لك الايه الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت بيتا ده موجود بس خلاص. يبقى احنا دلوقتي كحسابات بقى قلنا هنقسمهم لو ايديال جاز هتبقى واحد على التمبتشر ولو ليكويد هتبقى هتبقى من التيبلز. طب السؤال دلوقتي انا قلت لك ان البيتا واحد على التمبتشر في حاله الجاز انهي تمبتشر فيهم؟ انا عندي اثنين انا عندي تي سيرفيس وعندي تي انفينيتي انهي واحده؟ بنحسب حاجه اسمها فيلم تمبرتشر اسمها ايه؟ فيلم تمبرتشر. يعني ايه فيلم تمبرتشر؟ عشان كده بص انا كاتب لك ايه بص كده هتلاقي تي سبسكريبت ايه حاطط لك السبسكريبت اف عشان افكرك ان التمبرتشر دي هي اسمها الفيلم تمبرتشر. يعني ايه فيلم تمبرتشر؟ هي الافرج بين السيرفيس والانفينيتي. فالتي فيلم هي يا جماعه على طول كده مش عارف انا كاتبها ولا لا مش مكتوبه التي فيلم دي هتبقى ايه؟ تي فيلم على طول بتساوي تي سيرفيس بلس تي انفينيتي اوفر 2. فخلاص يبقى انت هتحسبها طبعا التمشر دي كلها ان كلفن اكيد. طب لو عايز تروح للتيبل عايز تروح للتيبل انتوا عارفين ان البروبرتي دي كلها تمشر ديبندنت لازم معاك تمشر عشان تخش تجيب البروبرتي مش كده ولا لا؟ طب اخش بانهي تمبرتشر؟ بالتي فيلم برضه. فانت هتحسب التي فيلم وتدخل بيها الجدول تجيب قصادها الثيرمال اكسبانشن كوفيشنت بيتا. واضح كلام؟ حد زعلان؟ كويس. طيب يبقى احنا كده فهمنا البيتا وده ده الفاكتور المهم بالنسبه لنا جدا. قبل ما نروح بقى دلوقتي المفروض خطوتنا ايه؟ احنا عايزين ايه اساسا؟ عايزين الاتش نشوف الاتش نحسبها ازاي. فالسؤال دلوقتي ازاي نحسب الهيت ترانسفير كوفيشنت اتش؟ احنا فهمنا بقى الميكانيزم وفهمنا الفاكتور اللي بيأثر نروح بقى دلوقتي نشوف ازاي نحسب الاتش. حد عنده يعني برضو توقع كده ممكن نعمل ايه؟ اكيد لا صح؟ عشان نحسب الاتش يا جماعه في طرق كتيره في حاله الفورس الفري كونفكشن في طرق كتيره بتحسب الهيت ترانس كوفيشنت. احنا هناخد طريقه واحده بس منهم ومش هنخش في تفاصيلها قوي لان تفاصيلها انت واخدها وعارفها فبرضه مش ايه مش هن يعني مش هنغوط فيها كتير اللي هي ايه دايمنشنال اناليسز. عارفينها طبعا. في حد ما خدش دايمنشنال اناليسز؟ ايوه فاكرين الباكنجهام ثيرم اللي هي الباي ثيرم والكلام ده؟ ايوه فاكرين. هي دي الطريقه اللي هنستخدمها عشان نوصل للهيت ترانس كوفيشنت. لو مش فاكر يعني افكرك بشويه حاجات كده بس يعني افكرك بشويه حاجات. الطريقه دي كانت بتعتمد على فكره بسيطه اللي هي ان احنا ندرس دلوقتي ككونسبت الاتش ده. ركز بقى معايا كده قوي ركز معايا قوي ركز معايا قوي مش احنا عايزين نوصل للاتش؟ حلو قوي. الاتش ده ايه الفاكتورز اللي بتاثر عليه؟ نرصهم بس نحطهم قدامنا كده نتفرج عليه. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الاتش؟ حد يقدر يقول لي كده؟ الجي الرو في الجي في البيتا في الدلتا تي كل ده فاكتور واحد. ده بيأثر على الاتش ولا لا؟ اكيد اكيد. كل ما القصه دي تزيد كل ما الاتش اكيد برضو ايه هيزيد. ها ايه تاني؟ فيلوسيتي. بيقول لك فيلوسيتي بتاعت الفلويد يا جماعه الفلويد هنا از ستاجننت. يعني ايه الفلويد از ستاجننت؟ الفلويد ما بيتحركش. هو لو الفلويد ده له فيلوسيتي هتبقى فورس كونفكشن اصلا. احنا بنتكلم على ناتشرال كونفكشن اوعى تنسى. ايوه زي ما انا كاتب لك كده اول خطوه كده عايزين نعرف ايه الفاريبلز بتاثر على الاتش بتاعنا ده. طبعا البروبرتيز بتاعت الفلويد يعني كده ما تحط اما يبقى في هيت ترانس في هيت ترانس في ميه غير مي غير هواء غير صح. فانا محتاج اعرف البروبرتيز بتاعت ايه الهواء برضو اللي هي ايه البروبرتيز بتاعتها اللي هتمنا في حاجه زي دي الدنسيتي. والدنسيتي كده كام متاخده فين في اللي هو الترم بتاع الجي بيتا دلتا تي ده ها والكي ثيرمال كوندكتيفيتي والسي بي اللي هي السبيسيفيك هيت ات كونستانت بريشر والفيسكوسيتي اكيد برضو مش كده. الحاجات دي كلها اكيد هتظهر معانا صح ولا لا؟ وايه تاني وايه تاني حاجه بقى مهمه قوي ايه تاني؟ خلاص احنا كده خدنا البروبرتيز بتاعت الفلويد وخدنا الفاكتور اللي هو هيكاونت فور البوينسي فورس. ها ايه تاني؟ اريت ايه؟ اريت ايه يا ابني؟ ها هي حاجه شويه
الايه بقى؟ ايه السيرفس؟ مش فاهم. الجيومتري بتاعت السيرفس. يعني مثلا هل انا بعمل في هيت ترانسفير بيحصل على القلم زي ده وعلى على سطح كده؟ فاهمين؟ يعني اكيد الجيومتري داخله معانا. طب خد بقى المفاجاه بقى دي كمان، ركز وافتكر بقى الجمله دي المحاضره الجايه او اللي بعدها. الجيومتري يعني اهو، يعني هل احنا مثلا بليت زي كده ولا سيلندر زي كده ولا سفير ولا ايه؟ مش كده؟ طب وايه كمان بقى؟ مش بس كده، انا يهمني هنا كمان ايه؟ بص 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 ركز ركز، الاورينتيشن بتاع السيرفيس كمان. يعني هو فيرتيكال ولا هوريزونتال ولا مايل بانجل ولا باصص كده ولا باصص كده؟ مش فاكرين الراجل ده سال سؤال من شويه؟ فاكرين السؤال لما قال لك طب احنا دلوقتي انت عمال تكلمني عن ان البليت ده سخن والفليو ده عمال يسخن ويطلع فوق واللي بارد فوق ينزل تحت؟ طب حلو، طب ولو كان البليت ده بارد هو اللي بارد بقى والفليو ده هو اللي سخن، كان ساعتها المولكيولز اللي تحت دي هي اللي بردت مش كده؟ عايزه تعمل ايه؟ تنزل تحت. تحت فين؟ مفيش. فقلت له انا ايه ساعتها؟ هنقلب البليت كده، ساعتها البارد ينزل والسخن يطلع ويحصل سيركيليشن. يبقى خلي بالك الاثنين ليهم نفس الجيومتري، الاثنين ليهم نفس الايه؟ الجيومتري، انما فرق ايه؟ فرق ايه؟ فرق اورينتيشن. يبقى الاورينتيشن ده مهم جدا، ده يغير الموضوع تماما. يعني انت لو عندك حاجه سخنه، لو عندك سطح سخن وعايز تسخن بيه اللي حواليه، انسب طريقه تعمل ايه؟ تحط السطح السخن ده من تحت بحيث اللي سخن يطلع ويحصل السيركيليشن والدنيا معاك تبقى ماشيه كويس زي ما احنا فاهمين. طب لو عندك سطح بارد وعايز تبرد اللي حواليه، تبقى غبي لو عملت كده. هو هيبرد ولا مش هيبرد؟ هيبرد بس بمعدل بطيء جدا. هتشوف انت الكلام ده هتلاقي ان الاتش صغيره قوي. الاتش صغيره، تعرف الاتش صغيره دي معناها ايه؟ لا الاتش، ما انا عايز انقل نفس الكيو. ما تنساش بقى احنا كيو بالنسبه لنا جايانا من الثيرمودينامكس رقم انا عارفه. يبقى لما تطلع الاتش صغيره ده معناه ايه؟ ان انا احتاج اريا كبيره مش كده؟ عشان اعوض بقى انا مسحتها اتش ايه دلتا تي. لو طلعت الاتش صغيره معناها انا عايز اريا كبيره، يعني فلوس مش كده؟ اريا دي يعني فلوس، ماتيريال وفلوس. فانا مش من مصلحتي ان الاتش دي يبقى صغير، رقم صغير. انتوا فاهمين ولا لا؟ يبقى الاورينتيشن هنا مهم. طيب عايزك تفكر بقى في الفورسد كونفكشن، في الفورسد كونفكشن مش الناتشرال اللي احنا فيه دلوقتي. فورس كونفكشن جايب انت بقى سطح كده وفي مروحه بتعدي عليه هواء، يفرق بقى ده كده ولا كده ولا يفرق بقى تحط بقى السطح السخن فوق ولا تحطه تحت ولا ينفع؟ يعني يفرق معانا؟ يفرق ولا لا؟ انتوا جايين تراقبوا علينا ولا ايه؟ باشمهندس انت واخد في وشك كده وداخل لما اكلمك. الساعه كام دلوقتي؟ لا مؤاخذه يا جماعه المحاضره الساعه 8:30، انا هنا في الكليه من 7:30، انا هنا في من 7:30 بالظبط. يبقى في الفورس كونفكشن يا جماعه هيفرق الاورينتيشن ولا مش هيفرق؟ في الفورس كونفكشن يبقى عندي مروحه بتزق الهواء بقى على سطح سخن ولا سطح بارد. طب يعني لو انا عايز اسخن الهواء وجبت له سطح حطيته من فوق كده اهو، اللي سخن هنا عايز يعمل ايه؟ يطلع، ما مش عارف يطلع، بس المروحه ايه؟ هتقلب كده كده. ففي الفورس كونفكشن الاورينتيشن ده مش هيدخل معانا، هتشوف انت بقى الكلام ده قدام. لكن في الناتشرال كونفكشن الاورينتيشن ده مهم جدا، لان الميكسنج بيحصل ايه؟ الميكسنج بيحصل ازاي؟ ناتشرالي. فانت سايبه بيحصل حر طبيعي كده، فلازم تبقى مديله حريته بقى مش كده؟ فاهمين الكلام ده؟ بس فدي اول خطوه في الدايمنشن اناليسز، ان احنا بنحدد ايه هي الفاكتورز اللي بتاثر على الكلام ده. طب ثاني خطوه ايه لو فاكرين بقى؟ كنت في كذا طريقه بقى، في حاجه في طريقه اسمها اللي هي ستيب باي ستيب او التيبل، كنت تعمل جدول كده فاكرين وتحط الدايمنشنز ام وال وتي فاكرين؟ او في طريقه الاكسبوننشال اللي او الاكسبوننت ميثود اللي هي بتحط برضه تفكها دايمنشنز وفي الاخر تساوي الباورز، فاكرين الكلام ده؟ عشان تحاول تطلع ايه في الاخر؟ الباي جروبس بالظبط. تحاول تطلع ايه في الاخر؟ ان اللي هي الباي جروبس اللي هي النون دايمنشنال جروبس دي، واحنا اتفقنا ان كل شغلنا لازم يبقى نون دايمنشنال. فدي اول حاجه
يبقى الخطوه الثانيه كومباين ذيس فيريبلز ان نون دايمنشنال جروبس اللي احنا هنجيبها بقى من الباي ثيرم صح. وبعد كده هنشوف بقى لو في اي كونستانتس ممكن تظهر معاك شويه كونستانتس كده. فالكونستانتس دي تجيبها منين؟ يعني طلع لك شكل المعادله عامل كده مثلا، مثلا يعني طلع ان الاتش بتساوي، طبعا مش هيبقى اتش، هيبقى اتش في حاجات بتاع ما لازم يبقى دايمنشنلس، بس يعني بتساوي مثلا الميو مش الفيسكوسيتي في الرو مش عارف ده باور اي ضرب باور بي مثلا في كونستانت هنا مثلا، يعني بقول اي كلام. طب انت جبت الباور ده وجبت الباور ده بس الكونستانت ده مش عارفه، تعمل ايه دلوقتي عشان تجيب الكونستانت ده؟ ها تعمل ايه؟ تعمل اكسبيرمنتس، تعمل اكسبيرمنتس جديد انت عارف العلاقه شكلها ايه. لما تعمل اكسبيرمنتس جديد يبقى عندك داتا بوينتس تقدر تجيب الكونستانتس دي، مش كده؟ فدي الخطوه الثالثه. هما ثلاث خطوات فاهمين. تعال نبدا باول واحده كده، نرص ال 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 الفاريبلز الاول. بس قبل ما نرص الفاريبلز نراجع بس على الدايمنشنز. طبعا انت استاذ في الكلام ده بقى. اللينس بالال ميترز، يعني ماليش دعوه باليونتس دلوقتي، انا يهمني اكتر الايه الدايمنشنز. الماس الكابيتال ام باليونتس بتاعتها كيلوغرام، التمشر كابيتال تي باليونتس بتاعتها من كلفن، والتايم وده طبيعي ولا انا اللي عندي مشكله؟ لا لا مش بتكلم على كده، انا بتكلم انه المحاضره الساعه 8 ونص اجي 9 وربع، يعني انا ما عنديش قلب اعمل حاجه زي كده اصلا، يعني لو حصل كده ما اخشش خلاص. على فكره هدخل هتضايق لان مش فاهم حاجه كمان، وهتبقى الموضوع سخيف. والتايم سمول تي واليونتس ايه؟ سكندز. طب ركز بقى معايا، ركز 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 ركز. حلو قوي، دي ده كلام معروف. يلا نرص بقى الفاريبلز. ها الاتش فانكشن في ايه بقى؟ شويه الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي. اول حاجه الال ستار، ايه الال ستار ده؟ اسمه كاركترستيك لينس. فاكرين الكاركترستيك لينس بتاع البايو نمبر كده؟ هو ايه؟ هي حاجه كده بتعبر عن الدايمنشنز، عن الجيومتري وخلاص. فهو نفس الكلام برضو كاركترستيك لينس الال ستار. بص كاتب لك هناك ايه؟ كاركترستيك لينس اكسبريسنج ذا ايه؟ جيومتري اند، مش جيومتري بس، جيومتري اند اورينتيشن. فهو ده هيبقى الايه الستار. يعني مثلا سيلندر، مثلا مثال بس عشان اقرب لك الصوره. عندي مثلا سيلندر اهي، ليه ابعاد، ليها دايمتر وليها لينس. الكاركترستيك لينس بتاعها ممكن يبقى اللينس وممكن يبقى الدايمتر، حسب بقى انت حاططها ازاي. فاهمين؟ فعشان كده هو فاكتور بياخد في حسابه الاثنين. طيب المهم هنشوف طبعا الكي والرو والسي بي والميو دي البروبرتيز بتاعت مين؟ الفلويد. في الجي بيتا دلتا تي، هتقول لي ايه ده ثانيه، هي المفروض الرو في الجي بيتا دلتا تي، بس الرو خدناها خلاص تمام كده. طيب الخطوه اللي بعديها دي الطريقه الاكسبوننشال او الاكسبوننت ميثود، مش اكسبوننشال اكسبوننت خلاص، اللي هي بنقول ان الاتش بتساوي فانكشن عامه بقى، عامه خالص، كابيتال سي كونستنت اسمه سي في كل فاريبل من دول باور حاجه صح، فاكرين. وبعد كده نبدا نفك الدايمنشنز بتاعت الاتش ونفك الدايمنشن بتاعت كل واحد. في الاخر انا بتحرك في كام دايمنشن؟ اربعه، عشان هنا في تايم وفي تمبرتشر. اسف انت متعود دايما ام ام وال وتي هناك تايم، بس هنا في تمبرتشر زادت، فعندي هنا كام دايمنشن؟ فاكرين بقى الباي ثيرم كانت بتقول لك ايه؟ فاكرين الباي ثيرم كانت بتقول لك ايه؟ اللي فاكر كان هيقول لك انت عندك النمبر اوف دايمنشنلس جروبس اللي تقدر تحصل عليها في الاخر بتساوي ان ناقص ام، لو فاكر الكلام ده. الان دي هي عدد الفاريبلز كلها اللي عندك ناقص الام اللي هي البيزك دايمنشنز اللي شغال عليها. طب انا عندي كام فاريبل؟ كل الفاريبلز كام؟ عد كده، عد يلا. اتش ده فاريبل ولا لا؟ فاريبل، بس ده اسمه ديبندنت فاريبل، معتمد على الباقي. الباقي كله اندبندنت بس هو فاريبل. يبقى ادي 1 2 3 4 5 6 7، يبقى عندك النمبر اوف فاريبلز كام؟ 7. كام دايمنشن؟ يبقى في كام دايمنشن تجيبه تقدر تجيبه؟ اهم في ده مش هنا اهو، يلا اهو، ادي 1 2 3 جم ازاي؟ روح اعملها بقى، بس سهل على فكره، سهل. ممكن يبقى الكويز ده، ده ممكن يبقى الكويز ده، قاعد بفكر لكم في حاجه ممكن يبقى هو ده. المهم يعني المهم الناس دي جايه على الكويز على فكره، النهارده هلغي الكويز بالمناسبه عشان الناس دي جت بقى خلاص، انا عملت اللي انا عايزه. يا
يبقى احنا طلعنا كام دايمنشنز جروب يا جماعه؟ بص بقى خد بالك خد بالك، هتلاقي الدايمنشن جروب الاولاني، الدايمنشنلس جروب الاولاني هو دايمنشنلس فورم للاتش اكيد، الاثنين التانيين هيعبروا عن بقيه الفاريبلز، فادي الدايمنشنلس جروب اللي هو بتاع الديبندنت فاريبل، فده برضو بنقول عليه الديبندنت ديبندنت دايمنشنلس جروب اللي هو ده، اللي هو طلع ايه بقى؟ اتش اللي انا بدور عليه في الكاركترستيك لينس ده، وخلي بالك الكاركترستيك لينس ده كدايمنشن هو ام اسف ال يعني متر يعني مش كده؟ اوفر ايه؟ اوفر كي، ايه الكلام ده؟ خلي بالك لو رحت حسبت الدايمنشن بتاع الكلام ده يطلع دايمنشنلس ده اكيد، بتساوي ثابت اسمه سي ما نعرفوش دلوقتي، في حاجه غريبه هنا طلعت كده، بس الحاجه دي طبعا فانكشن في شويه الفاريبلز اللي عندنا، الجي في البيتا في الدلتا تي في ال كاركترستيك كيوب اوفر نيو سكوير، نيو دي اللي هي مين؟ اللي هي الكايناماتيك فيسكوسيتي، الكايناماتيك فيسكوسيتي اللي هي الديناميك اللي هي ميو اوفر الدنسيتي، ماشي. باور ايه؟ باور ام معرفوش برضو، في الميو سي بي اوفر كي ده حاجه كمان، خلي بالك برضو ده كل ده هيبقى ايه؟ دايمنشنلس، وكل ده دايمنشنلس باور دي، هم وصلوا كده. طب في اللحظه دي بقى ايه اللي باقي لي؟ اجيب بقى الكونسنس دي بقى، عشان اجيب الكونسنس دي اعمل ايه؟ اكسبيرمنت بقى، حل كتير وخش بقى اعمل تجارب 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 تجارب، والاخر فيت الكلام ده كله طلع كونسنس، فاهمين؟ بس فاللي حصل كالاتي، بص يا سيدي اهو ده اللي احنا وصلنا له، ركز بقى عشان احنا هنعرف النهارده شويه حاجات هتلخبطك. ده اسمه نصلت نمبر، اسمه ايه؟ نصلت نمبر. النصلت نمبر ده ما تنساش بقى هو الدايمنشنلس فورم للاتش اللي انا عايزها، يبقى انت في اي مساله انت عايز الاتش مش كده؟ يبقى لازم انت في دماغك بتدور على ايه؟ على النصلت نمبر، ما تدورش على اتش، مفيش حاجه تجيب لك اتش، هو في حاجه تجيب لك نصلت نمبر على بعض فكه انت بعد كده ما انت عرفت تعريفه، ما هو كل ده هو النصلت نمبر، اما تجيبه فكه بقى كده هات الاتش، فاهمين؟ يبقى ده كله كده اسمه ايه؟ نصلت نمبر، فاهمينه؟ فاهمين معناه ايه؟ حلو. ده سؤال كنت، بس انت سبقتني، كنت عايز اجيبه في حته كده عشان ما حدش ياخد باله، بس سيبك يعني اديني خمس دقايق كده. طب ده ايه ده؟ بص ده ايه ده؟ جي في البيتا في الدلتا تي في ال ستار كيوب على النيو سكوير، ده كله كده على بعضه، راح واحد جه قال لك ده بتاعي انا، ده بتاعي، اسمه ايه؟ اسمه جراشوف، اسمه ايه؟ هو الراجل اللي كان اسمه جراشوف، فقال لك البتاع الرقم ده رقمي، يبقى ده جراشوف نمبر، وده كان نصلت، ده كان بني ادم برضه نصلت، راح مسمي الارض قال لك ده بتاعي انا، فده نصلت نمبر، وده مين ده؟ جراشوف نمبر، وده مين ده؟ برانتل نمبر اللي هو الميو في السي بي على كده، ثلاث رجاله دول كانوا شغالين مع بعض ووصلوا الحاجات دي، وكل واحد منهم خد لوكشه كده وسمع على اسمه، في مشكله في ده؟ يبقى في الاخر النصلت نمبر بيساوي ايه؟ سي في جراشوف نمبر باور في البرانتل نمبر باور، بس خلاص ادي المعادله خلاص. انا بس حطيت لك الاسامي اهو عشان ايه ما تنساهمش، مهمين قوي دول، جراشوف وبرانتل ونصلت، نصلت جراشوف برانتل. الجراشوف ده هو اللي بيعبر عن البوينسي فورس، خلي بالك هو اللي بيعبر عن درايفنج فورس في الناتشرال كونفكشن، والبرانتل نمبر ده لامم شويه بروبرتي بتاعت الفلويد ميو سي بي على جي. بالمناسبه يعني برضو بالمناسبه البرانتل نمبر طبعا ده النصلت دايمنشنلس والجراشوف دايمنشنلس والبرانتل دايمنشنلس، البرانتل ده ما هو الا ايه؟ بص كده ركز فيه، ميو في السي بي على كي بروبرتيز، يعني الفلويد ده له برانتل نمبر كذا صح ولا لا؟ ما كلها بروبرتيز، فهو راحوا عاملين ايه برضو عشان يبسطوا المساله؟ راحوا برضو في التيبلز بتاعت الليكويدز والفلويدز يعني، راح عمل عمود كده للبرانتل نمبر، فانت كده هتفتح الجدول بتاع الميه ولا الهواء بتاع تلاقي عمود كده للبرانتل نمبر جاهز، فاهمين؟ بس في حاجه بقى، في حاجه مهم برضو جدا انك تبقى حافظ تعريفه، لان دي من الحاجات المشهوره زي رينولدز نمبر كده لازم تبقى حافظه، بمعنى انك تبقى عارف ان البرانتل نمبر ده بيساوي ميو سي بي على كي. ليه؟ احيانا انت بتدخل الامتحان مثلا ما معكش تيبلز، وانا مش هديها لك، اروح مديك الميو والسي بي والكي، وعارف بقى وانا متخيل ان انت حافظ او عارف تعريف البرانتل نمبر، فاهمين يعني؟ فيعني الحاجات دي يعني عليك انك تحفظها، عليك انك تحفظها، اللي هي تعريفات النمبرز الاساسيه دي مهمه قوي يعني. خلاص واضح كلام؟ بس
فطلع الكلام ده. قعدوا بقى يعملوا اكسبيرمنتس كتيره 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 كتيره، لقوا ملاحظه كده غريبه، وصلوا لحاجه كده. حد ملاحظ ده ايه؟ لانه الدي بيساوي الام دايما دايما في الاكسبيرمنتس كلها. طلع ان الدي بيساوي الام، الدي بيساوي الام، الدي بيساوي في اي اكسبيرمنت. فقال خلاص يبقى الاثنين مع بعض كده كلهم باور كونستنت اسمه ام وخلاص. قال لك بقى ايه، طلع واحد رابع كان زميلهم شغال معاه، مالاش لا مالاش حاجه. فقال لك بص بقى، جراش في برانت دول ضربوا بعض، ده بتاعي ده فعلا على فكره. ويبقى ده ايه؟ رالي نمبر. رالي اهو رالي نمبر. اي كلام بص يعني هو بس الكلام ده، الكلام ده انجازات يعني، ده دي كانت انجازات فعلا طبعا عشان يوصل لدايمنشنز جروب تحل القصه دي كلها يعني. المهم يعني يبقى طلع ايه في الاخر بقى، شوف الموضوع وصل ليه في الاخر كده، ان النص نمبر ده طلع فانكشن في ايه؟ في رالي نمبر. بس خلص الموضوع. رالي نمبر ده اللي هو اصلا ايه؟ جراشوف في برانت. ما كل ده دايمنشنز اللي هو جراشوف في برانت، مش كده؟ فاهمين؟ يبقى مشكلتي فين دلوقتي؟ ايوه، ايه اللي خلاه انجاز؟ شوف انت حاول تدور على اي نمبر وسميه على اسمك كده وربنا يوفقك. ايه؟ فين ده؟ لا مفيش حاجه اسمها السيفي، السيفي ده بيتغير. والله ما انا بقول لك اهو، لو لقيت حاجه انت يعني، انا بحاول والله بس مش لحد دلوقتي ما عرفتش. فانا شايفه انجاز، انت لو مش شايفه انجاز يعني يلا السكه مفتوحه. يبقى احنا دلوقتي خلاص وصلنا كده يا جماعه، ان الناس اتنمر اللي بدور عليه ده ونفسي اجيبه عشان اجيب الاتش، طلع بيساوي ايه؟ ثابت. هنشوفه احنا بقى ده في مين؟ رالي نمبر. ده طلع القصه كلها في رالي نمبر ده. باور ام ثابت كمان، بس خلاص. وبقول لك بقى ان السي والام دول ار سبيسيفايد اكوردنج تو ذا فاليو اوف رالي نمبر. هنشوف دلوقتي يعني هي ثوابت بتعتمد على قيمه الرالي نمبر زي ما هنشوف. الحاجه الثانيه اول، بص بقى خد بالك من الجمله دي، اول فلويد بروبرتيز. طبعا انت متخيل كميه البروبرتيز هنا قد ايه؟ ميو سي وكي وايه تاني ونيو، مش كده؟ طيب كل البروبرتيز دي بتتحسب عند الفيلم تمبرتشر، احنا عرفناها من شويه. اي بروبرتي في الناتشرال كونفكشن بتتحسب عند الفيلم تمبرتشر، ما تنساش الحكايه دي. بس فده اللي بقوله لك عند التي فيلم اهو. خلص الموضوع. افتح لي بقى الداتا شيت كده صفحه 44. بسرعه بقى، بسرعه بسرعه بسرعه. يا سؤال بس، سؤال 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 سؤال، انتوا بتتكلموا ليه؟ يعني قلت لك ايه انا اللي انا قلته ايه دلوقتي؟ الدنيا كانت هاديه خالص، خلي بالك يعني قبل ما اطلب انا الطلب ده الدنيا كانت ساكته خالص. وبعدين انا طلبت حاجه، قلت لك ايه؟ افتح الداتا شيت صفحه 44. الناس بتتكلم ليه بقى؟ فلو سمحت كله قدامي دلوقتي صفحه 44. ها خلاص. بص يا سيدي فوق خالص كده، اقرا كده الصفحه من اولها خالص. بيقول لك free convection heat transfer correlations. حلو قوي، ده اللي احنا عاوزينه ده. free convection heat transfer correlations. اول حاجه the general functional form equals، بتقول لك ايه بقى؟ نصلت نمبر ايكوال ايه؟ رالي سي في رالي نمبر باور ام، اهي اللي احنا وصلنا لها خلاص. حلو، جه تحتيه قال لك البروبرتيز كلها ايفالويتد عند الفيلم تمشن، احنا عارفينها خلاص، الافرج بين السيرفس والانفينيتي. تمام، عندك جدول اهو عظيم جدا جدا جدا، تجيب منه السي والام اهو تحتيك اهو، صح؟ العمود الاولاني هو ايه؟ الجيومتري. لا اول حاجه خالص بص مستغربني جدا يعني، انا بحس ان انا غبي. تسعة ونص ده سكور. هو انت حظك النهارده اخر محاضره بس والله. طيب العمود الاولاني ايه في الجدول ده؟ الجيومتري. احنا قلنا بقى الجيومتري ده مهم. طيب اول جيومتري عندك فيرتيكال بلينز اور سيلندرز. فيرتيكال خلي بالك بقى، فيرتيكال هوريزونتال دي قصه ثانيه.
فيرتيكال اهي واقف اهو فيرتيكال بلينز اور فيرتيكال سيلندرز، يعني الموضوع ده شغال على البلينز والسيلندرز واحد بس بشرط ان يكونوا ايه فيرتيكال. حلو قوي. انا عايز السي والام. انا مال انا قال لك ماشي. بص بقى انت هتحسب الرالي نمبر، ما انت كده كده هتحسبه، انت عايز تجيب النصت نمبر في الاخر مش كده ولا ايه؟ فانت لازم تحسب الرالي نمبر ده. تدخل انت بقى بعد ما حضرتك حسبت الرالي نمبر تدخل الجدول ده عشان تجيب السي والام. تدخل الجدول ده هتلاقي رنجات بقى كده شايف، من 10 باور نيجاتيف 1 ل 10 باور 4 هتروح تجيب السي والام بكذا، ال 10 باور 4 ل 10 باور 9 هتروح تجيب السي والام بكذا، ال 10 باور 9 ل 10 باور 13 السي ام وكذا. فاهمين؟ موضوع سهل، في شويه ملحوظات بس. الملحوظه الاولانيه ان اخر تو رينج زي بعض، اللي هو واخد بالك 10 باور 9 ل 10 باور 13 اللي بعديه نفس الكلام برضه، من 10 باور 9 ل 10 باور 13. فلو حصل بقى ان انا الرالي نمبر بتاعي وقع في رينج من هنا اعمل ايه؟ هنستخدم التاني مش الاولاني، ده بالاتفاق. هي الحاجات دي كلها اكسبيرمنتس، وفي ناس مطلعه داتا كده وفي ناس مطلعه داتا كده، بس يعني واضح ان الكولم الاخير الرو الاخير مور اكوريت ذان اللي قبله. ولذلك بص كده، بص كده على، امشي بقى على الرو الاخير، روح للاخر خالص 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 كده، شايفين 22 16 ده رقم الريفرنس اللي احنا جايبين منها الكلام ده، احنا الكلام ده مش مألفينه، محطوط عليه كده ايه نجمه، شايفين النجمه دي؟ انزل تحت كده اقرا النجمه، بيقول لك ايه؟ بريفيرد، يعني الداتا دي از مور بريفرابل ذان اللي قبلها. فلو وقعت في نفس الرينج ما تختارش الثالث، اختار الرابع عادي يعني، مش حاجه يعني، اشطب على الثالث خالص. خلاص؟ طيب ده لو كان ايه فيرتيكال ايه؟ ها؟ بلينز او سيلندرز. طب لو كان هوريزونتال سيلندرز، خلي بالك هوريزونتال سيلندرز مش هوريزونتال سيلندرز اور بلينز، هنا هوريزونتال سيلندرز بس، ركز جدا عشان ما تختارش حاجه غلط توديك في داهيه. طيب دي هوريزونتال سيلندرز، عندك برضو شويه رنجات وكل رينج قصاده السي والام بتوعه، يعني الموضوع ما فيش حاجه يعني. طيب ركز بقى، ركز في اللي جاي بقى. بقى لنا كام جيومتري كده؟ الاثنين اللي تحت اللي في الاخر دول، بص بقى الاثنين دول مع بعض، الاثنين دول فور هوريزونتال بلينز، مش مكتوب الكلام ده قدامك بس انت لازم عارف كده ان الاثنين الاخرى دول مالهم فور هوريزونتال بلينز. حلو، ركز بقى معايا، سيب بقى الداتا شيت دلوقتي، ركز معايا شويه. بص انا عندي هوريزونتال بلين اهو، ركز بقى معايا، ركز. الهوريزونتال بلينز ده، الهوريزونتال بلين ده ممكن يبقى له اوضاع كتيره. بمعنى ايه؟ ممكن يبقى كده والفلويد هنا، وممكن يبقى كده والفلويد هنا، صح ولا لا؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد ولا لا؟ طيب ده لو الفلويد فوق السيرفس، بنقول على السيرفس ده ابر سيرفس، كلمه ابر دي احنا نقصد ان الفلويد فوقيه، هو باصص لفوق يعني. ولو الفلويد تحتيه بنقول عليه ايه؟ لور سيرفيس. تمام؟ فيها مشكله دي؟ ده اوبشن، ده ايه؟ ده تقسيمه رقم واحد. في تقسيمه ثانيه، انا خلي بالك انا بتكلم كل الكلام ده على هوريزونتال بلينز. التقسيمه الثانيه لو السيرفيس ده لو تمبرتشر اسمها تي اس، والتي انفينيتي فوق ولا تحت بقى مش موضوعي خلاص، فوق وتحت دي قسمناها فوق خلاص. كانت التي انفينيتي دي اكبر من التي اس، التي انفينيتي هي الاكبر من التي اس، يبقى التي اس ده البارد، السيرفس هو البارد دلوقتي، فبنقول على السيرفس ده كولد بليت. انا ممكن يحصل العكس، يبقى التي سيرفس هو الاعلى من التي انفينيتي، يبقى ده ايه؟ هوت بليت او هيتد بليت. يبقى انت عندك كام تقسيمه للهوريزونتال بليتس؟ هما اثنين، تقدر تعمل منهم كومباينيشنز بقى، يعني ممكن تقول مثلا ايه؟ ابر مع هوت او هيتد، upper مع cooled، lower مع heated، lower مع، يعني عندك اربعه، في اربعه اوبشنز واردين يحصلوا. مظبوط الكلام ده؟ خلي بالك في وضعيتين منهم من الاربعه كويسين واثنين تانيين وحشين كهيت ترانسفير يعني. ايه الاثنين الكويسين؟ يعني لو عندي upper يبقى ايه احسن حاجه؟ heated، upper heated ده جميل ده. ولو عندي lower، بص بقى، بص الاول واحد، اول واحد في الاثنين اللي تحت بقى، upper surface of heated plates ده كويس ولا وحش ده؟ كويس. or lower surface of cooled plate كويس ولا وحش؟
جمع لك كويس مع بعض اهو، واخد بالك؟ ان اللي بعده هو الوحش بقى اللي هو العكس بقى، اللور سيرفيس اوف هيتد بليتس اور ابر سيرفيس اوف كولد بليتس. تمام. طبعا بص كده، بص عايزك تبص لي كده على السي والام، الفاليوز بتاعت السي والام، تلاقي ان الفاليوز بتاعت السي والام لو مثلا حصل ان احنا وقعنا في رينج مثلا 10 اس مثلا 6 10 اس 6، لو وقعنا كده في رينج 10 اس ايه اس 6، تلاقي ايه؟ قارن كده ما بين الفاليوز اللي فوق وتحت، 10 اس 6 فوق تدخلك في انهي واحد في الاثنين؟ في الاولاني، في الاولاني اللي هو من اللي هو الام السي بتاعته 0.54 والام بتاعته كام؟ ربع. طيب لو الكلام ده حصل بنفس الفاليو بتاعت الرالي نمبر هي هي بالظبط بس الوضعيه كانت مختلفه ونزلت تحت كده، هتاخد بالك ان السي ما بقتش 0.54 بقت كام؟ 0.27، ده نص الكميه، ده متخيل النص. لنفس الام، لنفس الام ونفس الرالي نمبر ونفس كل حاجه، هتلاقي انه الفاليو بتاعت سي قل. طيب عموما هتلاقي طبعا لو غيرت الحاله من اللي فوق للي تحت هتلاقي نفسك بتقل لازم اكيد يعني، لو نفس لو الباقي ثوابت يعني. ايوه هو الابلكيشن ممكن يخليني ان انا ابرد من تحت. يعني هي تبقى ابر. لا ما دي المفروض حاجه ماشي يعني، ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل يعني. مثلا مثلا يعني مثلا عندك تانك مثلا كده فيه زيت وزيت ده سخن قوي مثلا يعني، فانت عندك السطح اللي تحت ده بالنسبه له كده يعني، السطح اللي تحت ده بيكون بيحصل كونفكشن بينه وبين اللي فوق بالوضع ده، خلاص انت مضطر في حاجات ممكن تحصل غصب عنك. انا بعمل اناليسز للوضع اللي قدامي، ان انا لو في ايدي الاوبشن طبعا مش هعمل كده، فاهم؟ نعم 8 ايه 8 في 10 6 هتختار مش فاهم ايه السؤال يعني، مش فاهم. جاي على يعني بلاش الاسئله دي يا جماعه، ما انا عارف، ما هو دايما هل هقفل بيه هنا هبدا بيه هنا، ده شيء طبيعي. انت بقى بتقول لي رجعت هنا بقى ايه اقصد اي حاجه. طيب ايوه نسمع نسمع اتفضل. بص بص اي حاجه جنبيها ستارت تبقى بريفيرد، احنا اتفقنا بقى. فلو في لقيت حاجه كومن ما بين حاجه ستارت وحاجه لا خليك في الستارت على طول. اي سؤال؟ ايوه اقول ايوه نفس الحته في حاجات دول مش ستارت، خلاص يبقى اختار اي حاجه ما دام مش مرجح لك واحد يعني. يا جماعه دي كلها ديتا موجوده يعني، اللي عايز يختار اي حاجه براحته. طيب اخر ملحوظه هنا والقبل الاخيره بالنسبه لي، لو بصيت مثلا على الفيرتيكال بلينز اول واحده خالص هتلاقي السي والام بيقول لك يوز فيجر كذا، شايفين فيجر كذا وفيجر كذا. طب روح شوف الفيجرز دي الصفحه اللي قدامها على طول، فيجر 7 7 وفيجر 7 7 والتاني فيجر 7 8 ماشي ما علينا يعني. فهتلاقي الفيجر 7 7 بص كده على واحد فيهم الناحيه الثانيه، الاكس اكسس عباره عن ايه؟ الاكس اكسس لوج جراشوف. خلي بالك السبسكريبت اف ده عايز يفكرك ان البروبرس عند الفيلم، فادي لوج جراشوف. طب رالي اسف مش جراشوف، لوج رالي. طب الرالي نمبر ده انت حاسبه ولا لا؟ تعرف تحسب له لوج وعادي، تطلع بالاكس اكسس دي تقطع الكيرف تروح تجيب مين من على الواي اكسس؟ لوج نصلت على طول بقى، خلاص يبقى الرقم اللي هتجيبه ده 10 باور الرقم ده تجيب نصلت على طول بس، خلص الكلام يعني اسهل. بدل سي والام مفيش هنا سي وام، خلاص انت جبت نقطه. انت عايز سي وام ليه؟ عشان تجيب نص تودك نص طالب، فده اسهل يا ريت يطلع ده خلاص. طيب في حاجه كمان، في حاجه كمان ركز بقى في النقطه دي برضه. بص انت دلوقتي بص كده، ركز 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 دلوقتي احنا عايزين نجيب اتش مش كده؟ احنا عايزين نجيب اتش اصلا، فاحنا هنقول خلاص هنستخدم بقى النصلت نمبر بيساوي سي فرالي نمبر باور ام، كويس؟ وانت رايح تحسب ما انت اول خطوه تعملها تحسب رالي نمبر ده، ما هو ده اللي هيفتح لك الطريق كله عشان تجيب السي والام، انت لازم معاك رالي اصلا. طيب هروح احسب رالي اقول كويس رالي نمبر ده بيساوي ايه؟
جراشوف في برنتل، برنتل ده معايا على طول جاهز، بروبرتي جاهزه. جراشوف ده فوكو مش كده؟ جي بيتا دلتا تي ال ستار كيوب اوفر نيو سكويرد. طيب الجي ما فيهاش مشاكل، البيتا احنا خلصناها زمان، والدلتا تي اللي هي تي سيرفيس ناقص انفينيتي او العكس، والال ستار والنيوت ما فيهاش مشكله. بس المشكله ايه؟ ال ستار ده بقى ما هو هيظهر معايا ال ستار دلوقتي، دي نقطه. بص كده في الاخر بعد ما حسبت انت الكلام ده كله هتروح تجيب مين انت كده؟ طب ناقص النمبر ده بيساوي ايه؟ اتش في ال ستار اوفر كي. الاتش ده اللي بدور عليه مش كده؟ ال ستار ده مين؟ ما نفس القصه. فانا عندي ال ستار بيظهر مرتين صح كده؟ فلازم اشوف بقى ال ستار، وقلت لك ال ستار ده بيعبر عن الجيومتري وايه؟ والاورينتيشن. طب والكي؟ الكي ده اللي هو ايه؟ الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت مين؟ الكي يا الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت مين؟ الكي هي الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعت مين؟ بتاعت الفلويد مش بتاعت السوليد. بايو نمبر ده فلويد بروبرتي، احنا بنتكلم على الفلويد ده كونفكشن. قبل كده كنا معرفين يعني حاجه اسمها بايو نمبر، فاكرينه في الانستدي؟ البايو نمبر كان بيساوي ايه؟ اتش ال كاركترستيك اوفر كي، برده هو نفس الكلام. فاكرينه ولا لا؟ ده انت هتمتحن فيه كمان كام يوم. اتش في ال ال اوفر كي، الكي اللي في بايو نمبر بتاعت مين؟ بتاعت السوليد ده كوندكشن. لكن ال 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 نصت نمبر الكي اللي فيه كل حاجه فيه في فلويد. احنا كل هو احنا اصلا ما جينا رصينا الفاريبلز في الاول حطينا اي حاجه تخص السوليد، كل القصه فلويد صح كده؟ فخلي بالك ان نص الدفعه هنا اللي قدامي دلوقتي دول هياخد الكي بتاعت السوليد. هيحصل هتحط الكي في نصت نمبر بتاع السوليد. انت بتضحك دلوقتي طبعا او حاسس ان انت اللي ممكن تعمل كده. الكي بتاعه الفلويد في نصله نمبر. طيب المشكله اللي بقى يالي مين بقى دلوقتي؟ خلاص نجيب منين بقى ال ستار دي بقى؟ روح بقى للجدول اللي تحتيك اللي هو تحت الجيب، نجيب منه سي والام. ده كاركترستيك لينس ال ستار فور فري كونفكشن. اول واحد لو عندك فيرتيكال بليت، فيرتيكال 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 بليت، يبقى ال ال ستار هو مين؟ ال ال ايه ال ال ده؟ عشان ال دي اصلا رقم حاجه خادعه. ايه ال ال لينس؟ ايه اللينس؟ قال لك هو الهايت اللي هو الارتفاع في الاتجاه الراسي ده. خلاص واضح، يبقى ساعتها هتاخد الهايت هو الكاركترستيك لينس في الحاله دي. طب لو عندك هوريزونتال بليت مش فيرتيكال بقى، هوريزونتال، خلي بالك اوف اني شيب، يعني يبقى دايره يبقى مربع يبقى ريكتانجل، المهم ان هو هوريزونتال وخلاص. يبقى هيتد يبقى كولد يبقى ابر يبقى لور مش موضوعي، المهم انه ايه؟ ال ال ستار بتساوي ايه؟ السيرفيس اريا على على البريمتر. فيها مشكله دي؟ هتحسب السيرفيس اريا وتقسم على البريمتر جبت ال ال ستار. طيب السفير هتاخد مين؟ السفير تكنوه في ايه؟ السفير الكاركترستيك لينس هو مين؟ الدايمتر. حلو. الهوريزونتال تيوب، هوريزون انت جاي ليه فعلا؟ حقيقي بقى فعلا جاي ليه؟ لا لا رد على السؤال، جاي ليه؟ عشان الامتحان؟ مفيش امتحان، روح بقى اتفضل. الهوريزون الهوريزون والله يا جماعه تفاهه مش طبيعيه بصراحه. يعني الناس دي كلها كانت قاعده في بيوتها الاسبوع اللي فات واللي قبله واللي قبله، وانا باجي مثلا الناس دي كلها، في ناس كانت بتيجي، انت جاي عشان سمعت ان في كويز، سمعت خلي بالك كمان، انت ما حدش قال لك، يعني انت مش انت اللي سمعت شخصيا، ده حد كمان قال لك. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ انا عايز اعرف ده ايه يعني. انا ايام انا ايام انا ايام كنت انا طالب، انا خريج 2009، ما كانش عندنا حاجه اسمها كويز في محاضره والكلام ده، كان بدا يظهر بعد كده شويه. يعني ايام لحد ما انا اتخرجت ما كانش في حاجه اسمها كويز في محاضره، كان الدكتور بيخش يقول اي كلام، مش قصدي اي كلام، يعني اقصد يعني اللي يقوله اي ما يكون هو ايه يعني. خلاص وخلاص ويمشي، ولا يهتم بقى مين قاعد مين حضر مين ما حضرش، مش مهم مش مهم خالص. الاهتمام كان بيبقى في السكشن، السكشن بقى اللي هو فيه غياب بقى وحضور وكده ماشي،
ويعمل بقى كويزز وبتاع. الموضوع الكويز في المحاضره ده بدا يظهر مؤخرا يعني، فهو اصلا حاجه مش موجوده يعني، انا بتعامل معني حاجه مش موجوده. مش المفروض انا اللي عايز اقوله ايه، انا كنت بقى انا مفيش ولا محاضره فوتها في الكليه، مفيش محاضره واحده فوتها في الكليه. لا في 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 كانت مش عارف بتاعت في سنه ثانيه كان في حاجه اسمها لا فيديوهات ولا فيديوهات والله لا 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 هقول لك هقول لك ال كان في حاجه اسمها مش عارف اخلاقيات وتشريعات المهنه باين وسقطت فيها بالمناسبه. وكانت مشكله ساعتها ان ازاي معيد يتعين وهو ساقط في ماده يعني، كانت قصه كده غريبه. الراجل الدكتور ساعتها كان من كليه حقوق تقريبا وجي خد غياب مره مش عارف كان في ثلاثه قدامه حاجه كده. كانت المحاضره الخامسه وانا طبعا كنت من سبعه ببقى هنا، فطبعا يعني اقعد له الساعه خمسة مش قادر. واخلاقيات وتشريعات المهنه يعني وصلت فيها عشان ما حضرتش المحاضره اللي خد فيها غياب دي يعني، ما نجحش الماده دي ثلاثه. انا فاكر احنا ما دخلنا دور التخلف كان ساعتها في تخلف السنه اللي بعدها، كل المعيدين اللي هم بقوا دكاتره دلوقتي كلهم كانوا معايا في اللجنه دي. اللجنه كانت كلها معيدين، ده حقيقي فعلا والله. وكانت مشكله كبيره جدا في التعيين، بس يعني اتحلت ان طلع في حاجه كده قال لك لا في مواد اللي هي مش هندسيه مفيش مشكله، فنفدت يعني. اللي مقصود ايه؟ ان انا حضرت كل المحاضرات من غير حد ما يجبرني نهائيا. هتقولي بقى في فيديوهات في مش عارف ايه، طيب انا بقى انا خلي بالك انا يعني انا سمعت فيديوهات وتعلمت حاجات بالفيديوهات وحضرت قدام ناس وتعلمت فيس تو فيس يعني، انا خدت تو فيزز شفتهم يعني، مفيش وجه مقارنه. انت ممكن تكون حاسس ان هي هي، بس الحقيقه والله العظيم مفيش وجه مقارنه بين الاثنين. اللي انت هتتعلمه فيس تو فيس ده حاجه، واللي هتسمعه فيديو ده قصه تانية خالص. الفيديو مصلحه انه ممكن ايه استرجع حاجه، لكن الفيرست شوت ده لازم يبقى كده. عايز تسمع مني الكلام انت حر، مش عايز برضه انت حر. واللي بيشير الايه يقول لك ايه بقى ايه بتخر على دماغه. المهم نرجع للكاركترستيك لينس بقى. اسمع لو عندي هوريزونتال تيوب هتعمل ايه؟ كاركترستيك لينس هو مين؟ هو الديامتر. الموضوع ده بسيط قوي يعني. اخر حاله اخر حاله بص بص عايزك عينك في الشيت بقى في الداتا شيت. لو عندي فيرتيكال تيوب، واخد بالك الاورينتيشن مهم جدا يا جماعه. هوريزونتال تيوب حاجه والفيرتيكال تيوب دي حاجه ثانيه والهوريزونتال بليت حاجه والفيرتيكال بليت حاجه ثانيه بنفس الابعاد ونفس كل حاجه. فلو فيرتيكال تيوب هنعمل ايه بقى؟ ركز بقى في دي عشان دي بتلخبط شويه. هنروح نحسب زي ما انت شايف كده ريشيو اسمها دي اوفر ال. ايه دي؟ هو ديامتر. وايه ال؟ لا هايت. ايه هو اللينس بتاع التيوب؟ مش احنا بنتكلم عن فيرتيكال تيوب اللينس بتاعها؟ يعني قصدي انت تقصد ماشي ماشي اللي هو طول السلندر او طول التيوب يعني. خلاص خلي بالك انت دلوقتي محتار ما بين مين ومين. انت دلوقتي عايز تاخد كاركترستيك لينس لفيرتيكال تيوب، حيرتك بين مين ومين؟ اخد الديامتر ولا اخد اللينس؟ ما هو واحد منهم مش كده؟ فهو قال لك في شرط كده، لو حصل هنعمل كذا، لو ما حصلش هنعمل كذا. ادي الشرطه. ايه بقى الشرط؟ بيقول لك هتحسب الريشيو اللي هي مين دي اوفر ال دي، الدايمتر على اللينس اللي انت محتار ما بينهم. حسبت الريشيو وشوف بقى كمان احسب 35 على الجذر الرابع بتاع جراشوف. انت عارف جراشوف نمبر ولا مش عارفه؟ بص كده على جراشوف نمبر اهو. بس مشكله جراشوف نمبر ان في ال ستار اصلا. اللي انا معرفاه ده انا بعمل الكلام ده عشان اجيبها. قال لك بص بقى وانت بتعمل التشيك ده حط ال ال ستار دي ب ال. ولذلك بص هو كاتبها ازاي؟ جراشف نمبر كوما كده ال. عايز يقول لك ايه يعني؟ يعني في الحته دي حط الكاركترستيك لينس في جراشف باللينس، سيبك بقى الكاركترستيك لينس دلوقتي. فاهمين ولا لا؟ وهتحسب الريشيو دي، والله لو طلعت دي اوفر ال اكبر من الكلام ده يبقى ال ال ستار بكام؟ باللينس. طلع اقل يبقى الدمتر، مش خلاص. تمام؟ طب ايه اللي بالصفحه بقى كده معلش؟ مش عارف انا ايه ده. ايه اللي بالصفحه كده؟ صفحه 46. صفحه 46 هتلاقي صفحه 46 هتلاقي ايه؟ هتلاقي نفس النتائج او النتائج مختلفه يعني، بس اقصد بتعبر لك برضو عن انك تحسب ازاي النصف نمبر. يا جماعه انا مش عايز صوت،
الكورليشنز زي ما انت شايف كده، بدل دي سكه بديله عن الجدول اللي احنا جبناه من شويه، بدل السي والام مش هنستخدمها دي، مش هنعمل بيها حاجه. احنا هنتفق ان احنا شغلنا كله هيبقى يوزنج الايه التيبل ده عشان نجيب الفاليو بتاعت سي والام وخلاص، مش هنستخدم معادلات، وخصوصا المعادلات شايف شكلها عامل ازاي مش حلو يعني. الا معادله واحده بتاعت السفير شايفينها ثالث واحده، ايزوثيرما سفير. اشمعنى دي يعني تحديدا؟ اشمعنى دي؟ عشان دي مش موجوده في الجدول بس خلاص. فانت لو عندك المساله فري كونفكشن على سفير مفيش اوبشن اصلا غير المعادله، يبقى تستخدم المعادله بس خلاص. المعادله بتجيب لك نسل نمبر طبعا على طول، فانكشن فرالي وايه وبرانت النمبر، مفيش مشاكل يعني. حد عنده طبعا؟ والسفير الكاركترستيك رينس بتاعها مين؟ مفيش غيره، مفيش غيره، وموجوده في الجدول اللي فات يعني. طيب في حاجه بقى صغيره كده، تركايه صغيره قوي برضه ناس كتير بتغلط فيها. دلوقتي مثلا لو رحنا مثلا للهواء، مثلا افترض الفلويد عندنا كان اير، الفلويد اللي عندنا اير، طيب البروبرتس اللي عندك هنا ايه اللي تخص الفلويد؟ البيتا والفيسكوسيتي اللي هي الديناميك فيسكوسيتي دي، والكي والميو والسي بي، مش كده؟ خمسه بروبرتس تقريبا صح. هتروح تجيبهم منين البروبرتس دي للهواء؟ هتجيبهم منين؟ من الجدول اللي عندك صفحه 18 متهيألي، مش كده؟ طب تقريبا صح ولا لا؟ تمام حلو قوي. بص بقى ركز بقى، طبعا عند الفيلم تمبرتشر المشكله فين بقى؟ ان احنا لو جينا قلنا لك ان الهواء ده على 2 بار مثلا، البريشر بتاعه بقى 2 بار 3 بار اي رقم غير الاتموسفيريك بريشر اللي موجود في الجدول، خلي بالك لان الجدول الموجود عندك ده هي البروبرتي بتاعت الاير ات اتموسفيريك بريشر، صح ولا لا؟ بص كده لو بصيت عليه دلوقتي هتلاقي كده. طيب طب انا دلوقتي انا مش اتموسفيريك بريشر، ايه الحل؟ بص بقى ركز بقى ركز. طب الكي بتتغير مع البريشر؟ لا بتتغير بس يعني التغيرات فيري 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 انسيجنيفيكانت. فايه هنقول ان الكلمه ما بتتاثرش، هي بتاثر بالتمبرتشر كتير بس مش بالبريشر. الميو نفس القصه، السي بي نفس القصه، واخد بالك؟ ايه تاني باقي عندنا؟ البيتا نفس القصه، البيتا كده كده هتجيبها 1 اوفر تي، ده دي محسوبه منتهيه مفيش بريشر اصلا، ده البريشر ثابت. طيب باقي لنا ايه كده؟ باقي لنا ايه؟ ماشي باقي لنا النيو. النيو بقى تغير مع البريشر ليه؟ لان النيو دي اصلا هي ايه؟ هي الدايناميك فيسكوسيتي اللي ما بتتغيرش مع البريشر بس اوفر الدنسيتي، الدنسيتي بتتغير مع البريشر بشكل واضح صح ولا لا؟ الدنسيتي انت عارفين لو اي الجزء احنا بنتكلم عن اير بي اوفر ار تي بي، مش كده؟ بي اوفر ار تي. فاللي مقصود ايه يعني؟ مقصود ايه خلاصه الكلام ده؟ ان انت لو عندك البريشر بتاع الهواء اتغير عن الاتموسفيريك بريشر عليك انك تاخد بالك بقى من البروبرتيز بس، دي نقطه في السكشن هتحل طبعا مسائل وتشوف يعني. واضح الكلام؟ وتنسب بقى الباقي هتلاقيها ريشوز بقى، يعني تحسب الدنس الجديده وهتجيب منها وهتجيب من الجدول بتاعك، ما انت كده كده تستخدم الجدول بس ازاي تجيب النسب بقى ما بين اللي انت هتطلعه ده والحقيقه. لا لو حاجه بتتغير زي النيو مثلا هتجيب البروبرتي ازاي؟ انت بتتكلم على النيو يعني ماشي. ايوه في الايه؟ كفيزيكال مينينج هو المفروض هي المسافه اللي بيقطعها الهيت ترانسفير، اقصى مسافه بيقطعها الهيت ترانسفير جوه الجسم هنا مثلا جوه الفلويد كده يعني، المسافه اللي بيمشيها الهيت بتمشي قد ايه؟ ما هو بالظبط ده لو اللي صار هي اللينس مثلا. ايوه الايه؟
لا هي بس النيو. طيب حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ ايوه في المعادله هنا 45 اللاست نمبر عليه افريج. اه افريج عادي يعني. هو اللي هو بتاعنا احنا. هتعرف انت بقى في الفورسد كونفكشن ان في حاجه اسمها افريج ولوكال، بس احنا في الفري كونفكشن مش هندخلك فيها يعني. ايوه يا جماعه نسمع نسمع نسمع. استنى يا سيدي استنى. قول. خد خد الاصغر يعني، خد لو انت عندك رينج كبير والرقم بتاعك واقع في النص وعندك رينج اصغر والرقم بتاعك واقع في النص خد الاصغر لانه هيبقى ادق. طيب حد عنده اي مشكله؟ انا عندي سؤال بقى. ايوه ايه ايه مش فاهم. ماشي بس ده الكلام ده يتطلب انت تبقى عارف الكيو باي كوندكشن، يعني عارف التمشر جريدينت جوه السوليد. دي شغلانه يعني. احنا خلاص ده احنا خلصنا كوندكشن بقى، احنا رايحين للكونفكشن دلوقتي. احنا بنبص على الكونفكشن بس. طيب احنا جاوبنا طبعا على الاسئله دي خلاص كده. الكاركترستيك لينس خلاص، الفاليوز سي ام داتا شيت وخلص الموضوع.